مهرجان ليمير السينمائي في مدينة ليون الفرنسية كرم هذا العام المخرج السينمائي الإسباني بيدرو ألمودوفار بحضور نخبة من نجوم الفن السابع، من بينهم كيانو ريفز وبيرينيس بيجو وجولييت بينوش، إضافة إلى النجمتين الإسبانيتين إيلينا أنايا وروزي دي بالما. بيدرو عزيزي، ها أنا أعلن عن حبي لك بالفرنسية لأن ذلك أكثر رومانسية. أنا أحبك بيدرو، أنا أعشقك، أعشقك وأنت تعرف ذلك. يعيش بيدرو وتعيش السينما. أريد أن أقول شكرا لأولئك القائمين على هذا المهرجان، وأود أيضا أن أقول شكرا لجمهور ليون الذي يملأ قاعات السينما، وشكرا لكم. ألمودوفار الحائز على جائزة أوسكار أخرج 19 فيلما منذ العام 1980، ويعد حاليا المخرج الإسباني الأكثر شهرة على الصعيد العالمي. أفلام هذا المبدع تميزت بقصصها المعقدة التي وظفوا فيها العديد من الرموز والعناصر المأخوذة من الثقافة الشعبية.